بمجرد ما تلمس رجلك أرضها تستقبلك عروس الصعيد بسحر وطيبة ملهمش مثيل. هنا المباني حضارة والوشوش حكايات والناس كلهم أبطال. عمار الشريعي كان مرتبط بالبلد جداً، مصر كانت هي الملهمة والحبيبة، وصوت بيناديني وبيقول لي أنت لازم العقد يتحداها وتكون واجهة مشرفها لبلدك والأهلك. المهم تقف على رجليك وما تمدش إيدك لحد، تشوف اللي حواليك محتاجين إيه وتشتغل دايماً علشان توفر. كل خطوة بتخطيها لازم تكون مدروسة وعلى أساس علمي. حلمي أني أنقل علمي لأولاد بلدي عشان أحل مشكلة كبيرة بعقول مصري، لأن العلم هو بكرة والتلاميذ هم المستقبل. تخطيط المستقبل لازم يكون بأحدث الوسائل العلمية، والأهم من ده لازم يكون بروح مصرية خالصة. روح الشهيد كانت متعلقة جداً بالوطن ومصر، دايماً بيقولوا ادعوني إن أنا أستشهد. هنا اتولد عمار الشريعي، يمكن ما شافش بعينيه تفاصيل المكان، لكن قدر بوجدانه البكر يستوعب كل تفاصيله الأصيلة ويحولها لفن وصل لكل الناس. عمار الشريعي كان مرتبط بالبلد جدا، كان بيحب بلده قوي، وده هنلاقيه من أغانيه العاطفية لمصر. لما كنا صغيرين، يعني أول أغنية عملها كانت أقوى من الزمن لشادية. تحس إنك بتسمعي أغنية عاطفية لكن هي في حب مصر، وهتلاقي ده في أغاني كتير، حبيبتي من ضفايرها طل القمر. والدته كانت بتسمعه التراث الصعيدي وتأثر جداً بالتراث الصعيدي ده، وده هتلاقوه في أعماله بعد كده. عمار كان مرتبط جداً ببلده وعمره ما فكر يسيبها ويروح بلد تانية برغم من إغراءات كتير جات له. قيم الصعيد الأصيلة اللي خلدها فن عمار بتجسدها حكاية أم مينا الجزارة، اللي لما زوجها توفى رفضت تمد إيدها لحد ونزلت تشتغل زي أجدع راجل. جوزي توفى دي 20 سنة، فما كنتش عارفة أوكل عيالي، فساب لي ولد وبنت. لقيت أخواتي بيذبحوا كده جزارين، فنزلت معاهم واشتغلت. الناس كانوا معارضين في الأول، وأخواتي برضو كانوا معارضين، ولما شافوني واقفة زي الراجل قال لح خلاص أنت مية مية. فدلوقتي أنا بذبح أنا وابني ومسلم ومسيحي، ما يجي يقطع مني لحم ويقولوا برافو عليك يا أم مينا أنت كده راجل، كله حبيبني يعني في القرية. والحمد لله العيال كبروا وكفحت عليهم ونشكر ربنا الحمد لله. وزي ما أم مينا رمز للزوجة الأصيلة، نورة محسن كمان رمز البنت المنيا الجدعة، مش بس لأنها بعد وفاة والدها اشتغلت وساعدت إخواتها، لكن كمان لأنها اختارت مشروع يخدم كل اللي حواليها. المشروع بتاعي عندي ستارت اب اسمها خالة العيال، بنقدم بيبي سيتنج سيرفيس. الهدف منه ان احنا نساعد الامهات اللي بيشتغلوا عدد ساعات طويله جدا، بيكون اولادهم في البيت لوحدهم، بيكونوا محتاجين حد يكون معاهم ويوفر لهم الامان وياخد باله منهم ويرعاهم، وفي نفس الوقت ينمي مهاراتهم. الام بتدخل عندنا على البيج على فيسبوك او على الويب سايت بتاعنا، تكتب كل المواصفات اللي هي محتاجاها في الجليسه المناسبه لطفلها حسب عمره، واحنا بنختار لها الجليسه المناسبه. كمان الجليسه بتدخل عندنا برضو بتبقى محتاجة شغل، بتكتب لنا خبراتها وهي ساكنة فين علشان أقرب منطقة ليها بنشوف لها شغل فيها، وبتبدأ تاخد التدريب وبعدين بتنزل شغل. من جبال المنيا اللي كلها شموخ اتعلم محمد أنور إنه ما يستسلمش لشلل الأطفال اللي أصيب بيه في طفولته. دور على جبل الإرادة اللي جواه واتسند عليه، فكسب التحدي وأصبح أول لاعب صعيدي من ذوي الهمم يمثل مصر دولياً في لعبتين جماعيتي هما كرة اليد والسلة. أنا اتولدت وأنا عندي شلل الأطفال في رجلي اليسرى، كنت اللاعب الوحيد اللي من الصعيد يمثل بلده في لعبتين جماعيتين مختلفتين، وحققت الحمد لله أول أفريقيا وتاني عالم مع منتخب مصر وأحسن لاعب في مصر. وبرغم تعب البطولة بجد ما كناش قادرين نوصف فرحتنا لما علم مصر اترفع عن منصة التجويد، ده كان شرف لينا كبير جداً. في الوقت اللي كابتن محمد كان بيحسن فيه مباراته مع الإعاقة لصالحه، كانت بنت بلده أمان الفولي هي كمان بتكسب مباراة مهمة مع التغذية العلاجية. أنا بعمل شاي وبسكوت من المورينجا، طبعاً عشان هو فيه فوائد كتير جداً. المورينجا فيها أكتر من 200 مادة فعالة بتعالج أمراض كتير. مشروعي مش هدف للربح، وما زال يعني ان انا تفكيري مش هدف للربح خالص، قد ما هو هدف ان انا اخدم بلدي او ان انا اخدم الناس وكل حاجه اقرب للطبيعه ما تضرهمش. ففكرت ان انا ادخل شغل كتغذيه في برضو النباتات الطبيه والعطريه اللي هو الدراسه. انا المشروع بتاعي دخلت بيه في حاضنه اعمال تبع الجي ازاب، الحمد لله فزت من افضل 3 مشاريع على محافظه المنيا واخدت منهم فن.
من جامعة المنيا اللي اتعلمت فيها أمان الفولي اتخرج الصيدلي ماركو يوسف زكي ابن صملوط اللي لما سافر بريطانيا انبهر أساتذة جامعة نيوكاسل بشطارته وأصبح أول مصري يفوز بجائزة نيوتن لأبحاثه حول سرطان الكبد. في أوائل 2020 قدمت على جائزة نيوتن الدولية. جائزة نيوتن الدولية دي جائزة بتكرم الأبحاث اللي تم تمويلها في السابق من برامج نيوتن. قيمة جائزة نيوتن هي 200,000 جنيه استرليني. تم توجيه نص قيمة الجائزة لاستكمال أبحاث في مجال سرطان الكبد. أما الجزء الثاني من الجائزة تم توجيهه لإنشاء معمل أبحاث متطور في بيولوجيا الأورام، وده يكون في كلية الصيدلة جامعة المنيا. سبب توجه أبحاثي لمجال سرطان الكبد هو إن مجال سرطان الكبد ده مشكلة كبيرة بتواجه الشعب المصري طبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية. كان الهدف من أبحاث الماجستير والدكتوراه إيجاد وسائل الجديدة من خلالها أقدر أفهم طبيعة الورم تمهيداً، لأن أنا في المستقبل أحاول أحدد أهداف علاجية نقدر نقضي بيها على الورم. هدف إنشاء معمل بحثي متطور لبيولوجيا الأورام هو تحسين البيئة البحثية في صعيد مصر. العلم هو أساس كل تنمية وأصل أي نهضة، هو ده المعنى اللي آمن بيه الدكتور ماركو وآمنت بيه كمان هناء حامد، وكان السبب في إنها تنجح في تحويل مدرسة المتفوقين في المنيا إلى نموذج تعليمي فريد استحقت عليه جائزة التميز في الارتقاء بالتعليم. طبيعة المدرسة هنا عندنا إن بيبقى عندنا أولاد مغتربين من محافظات كتيرة على مستوى الجمهورية، فما بينفعش تكون علاقتي بالطلاب مجرد مدير وطلابه، لأ، كل مدرسة هنا وأنا معاهم بنكون أم للطلاب، وكل معلم هنا لازم يكون أب ليه عشان نقدر نحتوي كل المشاكل اللي بيمر بيها الطالب. علم وفن، تمدن وعراقة، قديم وجديد، حاجات كتير اتجمعت في المنيا ولعبت دور كبير في تشكيل وجدان ضياء عوض أستاذ النحت بجامعة المنيا، الفنان اللي طبع بصمته في كتير من ميادين مصر. ليا شرف إن أنا بدرس في كلية فنون جميلة جامعة المنيا. أنا شاركت في أعمال كتير جداً حول العالم. النصيب والحظ والشرف كبير إن أنا أشارك في أعمال فنية خاصة بالوطن، من ضمنها حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، مؤتمر المناخ، حفل نقل المومياوات، تميمة بطولة الأمم الأفريقية. فن بيميز المصريين عن أي دولة في العالم، بداية من الحضارة الفرعونية وحتى الآن، فإحنا بالتالي بنحاول نستفيد منه في حياتنا كلها. أتمنى أن أنا أكون مثال ناجح لطلبة فنون جميلة جامعة المنيا. مش ممكن تكمل لوحة شرف المنيا إلا بالروح الطاهرة اللي حطها صاحبها على كفه وقدمها هدية لبلده، روح الشهيد محمد جمال أبو حليقة، البطل اللي قاوم الإرهابيين ودفع روحه فداء لسلامة بلده. محمد ابني هو وحيد على بنتين نهال وشروق، دفعة 2011. محمد أول شهيد في ثورة 30 يونيو، منع اقتحام مديرية أمن المنيا أثناء وقوفه خدمة أمام المديرية. محمد كان دايماً يطلب الشهادة، هو على طول كده يعني نفسه أموت شهيد، نفسه أموت شهيد. هو كان محب جداً لوطن، أنا فخور بيه جداً طبعاً، وما كناش هنلاقي احلى من هو بشهيد. هو انت هتلاقي تتمنى لابنك حاجه اكتر من الشهاده؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الايه اللي صدقت حتى في الواقع بالنسبه لنا احنا، شفنا محمد ومكانه عند ربنا سبحانه وتعالى في رؤيه حقيقيه كان جالي فيها يعني. ابطال كتير شرفوا المنيا وتشرفوا بيها، هتلاقي زيهم الاف وملايين في كل شبر في مصر، بلد الأبطال وأم الدنيا.